النهارده او للمره الثانيه. يمكن انا اشدت قبل كده برئيس لجنه الصحه في مجلس النواب اشرف حاتم لانه بيطالب بمحاكمه وزيره الصحه قبل كده بسبب حفلات الساحل الشمالي. النهارده للمره الثانيه نفس الراجل رئيس الصحه بمجلس النواب يدعو لمحاسبه الحكومه بسبب حفلات الساحل، وده الخبر القديم اللي احنا اشدنا بيه. طيب هل بعد مناجدة الراجل ده لوزيرة الصحة او المطالبة بإيقاف وزيرة الصحة او محاكمة وزيرة الصحة او رئاسة الوزراء او اي حد بيفهم في البلد بسبب ما يحدث في جمهورية الساحل الشمالي، احنا بلد لحد النهاردة منع حمامات المساجد او اماكن الوضوء في المساجد انها تتفتح بحجة ان احنا عندنا فيروس كورونا، لكن البلد اللي منع حمامات المساجد دي فتح حمامات الساحل الشمالي، حمامات السباحة طبعا على البحري، حفلات وأفراح وليالي ملاح في الوقت اللي كان السيد رئيس لجنة الصحة في البرلمان بيطالب بإيقاف الساحل الشمالي. الست هيفاء وهبي امبارح بالليل كانت عاملة حفلة في الساحل الشمالي حضرها أكتر من 60,000 مواطن. قبلها اهي كويس انكم جايبين صور محترمة حتى، والإعلام المصري النهاردة لا نزل صورة بقى ضياء، الإعلام المصري النهاردة بيفتخر قال إيه مخرج في التلفزيون المصري خلاها تلبس بنطلون عشان يعمل معاها لقاء. محدش جاب سيرة الاختلاط ولا حد جاب سيرة الزحمة ولا حد جاب سيرة الناس اللي على بعض اللي موجودة في الساحل الشمالي واللي زيهم موجودين في العالمين واللي زيهم كان موجود في استاد القاهرة. لكن عند الجوامع خلي بالك الجوامع فيها فيروس كورونا، لكن الساحل والعالمين والاستاد والحاجات دي اللي برعاية الدولة وفندق الماسة وشوية البلطجية اللي بيعملوا الحفلات في الساحل محدش يقدر يقول لهم لا. محمد رمضان قبل 3 أيام كان كمان عامل حفلة وحضرها 50,000. طيب